لأ، أنا حسبته وروحت ماشي على رجلي. مصطفى بيه متعود يزورك في البيت؟ الحقيقة يا عمي انت صعبان عليا. مؤكد وفاة المرحومة في الظروف دي كانت قاسية عليك، وياريتها ماتت موتة طبيعية، كنا قلنا ده قضاء الله، لكن دي اتقتلت. الله يرحمها ويحسن إليها. الحقيقة والشهادة لله، كانت ست طيبة قوي وما تتعوضش. أقدر أفهم إيه سبب الزيارة دي بقى؟ قصدك يعني إني جيت من غير ميعاد ودخلت من غير استئذان؟ أنا آسف، ثم أنا مش غريب، ده أنا جوز بنتك اللي يخاف عليك ويحافظ على سرك. سر إيه بقى؟ قصدي يعني أسرار عملك. مش فاهم انت عايز تقول ايه بالظبط. الحقيقه يا عمي انا قلت ان ربما تكون حضرتك متضايق اني قاعد في البيت باكل وبشرب وما بشتغلش. وايه اللي خليك تفكر في حاجه زي دي؟ اصل انت عارف اني كنت طول عمري الدراع اليمين بتاع المرحومه في كل اشغالها، وكنت مصدر ثقتها، ورغم انها كانت بتقول لي اسرار كتير، لكن انا عمري ما افشيت اي سر من اسرارها. حكيم انا وقت اللزوم اعمى واطرش واخرس. عادل ارجوك اختصر وقول لي انت عايز تقول ايه بالظبط. الحقيقه يا عمي الظروف الفجائيه اللي ماتت فيها المرحومه ربكتني، خلتني مش عارف أفكر. أصلي كنت معتمد عليها، كنت موظف عندها، بقبض مرتب كل أول شهر. النهاردة بقى مين اللي هيقبضني؟ فهمت يعني أنت عايزني أقبضك بقى أنا كل شهر؟ لا مش بالمعنى اللي سيادتك فهمته. أنا قصدي يعني إن زي ما كنت الدراع اليمين بتاع المرحومة أكون الدراع اليمين بتاع حضرتك، وأنا أولى من الغريب. ومين بقى الغريب اللي أنت أولى منه؟ ولاء دي حتى المرحومة ما كانتش بتحبها، ويا ما اتخانقت بسببها. عادل أرجوك ما تخافش يا عمي، ما تخافش، ما أنا قلتلك أنا وقت اللزوم هكون أعمى وأطرش وأغرس. على كل حال أنا حسيبك تفكر وتأكد إنك مش هتلاقي أخلص مني. أهلا يا مدام ولاء. أهلا يا أستاذ عادل، أنا أسفة تأخرت، التحقيق طول معايا شوية. هو أنت كمان بيحققوا معاكي؟ كلنا هيتحقق معانا يا سعادل. طبعا يا عمي، ما احنا كلنا مشتبه فينا حتى ولاء هانم. أستأذن. لا أرجوكي ما تتعبيش نفسك، أنا عارف سكتي لوحدي. عن إذنكم. كان عاوز منك إيه؟ الراجل ده أنا مش بطمن له، حاسس إن ورا كلامه حاجة تانية. ما أنت عارف عادل دايما بيحب يصطاد في المية العكر، يمكن لقاها فرصة عشان يكسب الموقف لحسابه. أكيد بيفكر في حاجة. يمكن يكون عامل نفسه ذكي ولقاها فرصة تعينه في وظيفة وتديله مرتب. إيه؟ عملية ابتزاز؟
ولازم نجاريه. مش ممكن مش ممكن مصطفى، احنا مش عاوزين نكسب عداوة حد. ما انا ما اقدرش اعيش مهدد في كل لحظة. انت السبب. مسؤوليتي انا لوحدي. لو كان عندك الشجاعة كنت اعترفت. ما كانش ممكن. كأني بجيب حبل المشناة واحطه حوالين رقبتي. مصطفى، انت حاسس اللي بتعمله ده صح؟ مفيش قدامي غير كده يا ولاء. ولحد امتى هنفضل كاتمين السر ده؟ مش هسلمهم السلاح اللي ممكن يهددوني بيه. ايه ده؟ في حد بره؟ لا. عندك الشجاعة كنت اعترفت. ما كانش ممكن. كأني بجيب حبل المشناة واحطه حوالين رقبتي. مصطفى، انت حاسس اللي بتعمله ده صح؟ مفيش قدامي غير كده يا ولاء. ولحد امتى هنفضل كاتمين السر ده؟ مش هسلمهم السلاح اللي ممكن يهددوني بيه. ايوه. في ضابط بوليس عايزك يا مصطفى. عادل عادل. ايه مالك يا مراتي يا حبيبتي؟ ملهوفه كده ليه؟ ضابط بوليس. فين؟ هنا عندنا في البيت وعايز بابا. عايز عمي مصطفى؟ ليه؟ مش عارفه. لا ما تخافيش، دي كلها اجراءات روتينيه. تلاقيهم عايزين يسالوه كده كام سؤال. مش هو بنفسه قال لنا ان احنا لازم نتعود على كده؟ طب ما تيجي تنزل معايا نشوف فيه ايه. انا؟ لا اعفيني، انا ما بحبش اشوف ضباط البوليس. في ايه يا حضره الضابط؟ معايا امر باستدعائك للنيابه. طيب ممكن ثانيه واحده؟ اتفضل. حصل ايه يا حضرة الضابط؟ عاوزين بابا ليه؟ انا بنفذ الاوامر. ايوه يعني هو حصل حاجة؟ مش حاجة. بس اتفضل يا حضرة الضابط. اجي معاك بابا. الو. اهلا يا كريم. خير؟ في ايه؟ انا جايه لك حالا، بعدين هتعرفي. موت عايده كان خساره كبيره. انا فقدت شريكه عمري. كنت بتحبها للدرجه دي؟ حضرتك يعني عندك شك في كده ولا ايه؟ وهي كانت بتحبك؟ طبعا. ما كانتش بتغير عليك؟ تغير من مين يعني؟ من ولاء مثلا، سكرتيرتك، بتقضي معاها وقت طويل في المكتب وبتجيلك البيت. لا هي ما كانتش بتهتم بموضوعات زي دي ابدا. حتى لو عرفت ان العلاقه اللي بينكو ما بقتش مجرد علاقة مدير بسكرتيرته؟ أنا ما اسمح لكش أبدا إنك تلوي سمعة إنسانة شريفة زي ولاء. يعني ما فيش بينكوا أي علاقة؟ ما فيش بينا غير كل احترام. تروح لها البيت؟ أفتكر حضرتك سألتها نفس السؤال ده وقلت لك لأ. الولاعة دي بتاعتك؟ أيوة بتاعتي. مرحومة كانت اديتها لي ليا. حضرتك نسيت الولاعة دي عندي أول امبارح لما كنت بحقق معاك، وأنا نزلت وراك عشان أديها لك،
وشفتك وانت داخل عند ولاء البيت، يا ترى في حد تاني في العمارة بتزوره غيرها؟ ادخل. اهلا يا استاذ صدي، اتفضل. مساء الخير يا استاذ فكري. شكرا يا أستاذ. خير يا كريمة؟ في ايه؟ النيابة استدعت مصطفى. ليه؟ انا جاي اسألك. انا اتحقق معايا وما قلتش كلمه ضده. انت عارفه كويس ان المرحومه ما كانتش بترتاح لك، وكذا مره طلبت من مصطفى انه يطردك، لكن هو كان بيتمسك بيكي بحجه انك سكرتيره ذكيه ومخلصه. وانت فعلا مخلصه. قصدك ايه يا كريم؟ انت عارفه قصدي كويس. اخساره يا كريم، انت الانسانه الطيبه ضحت بشبابها عشان تربي الولاد. انت يا كريمة قلبك كبير وعارفاني من سنين، جاي دلوقتي تشكي في اخلاصي لمصطفى؟ ما انا خايفة اخلاصك ده يكون السبب في استدعاء النيابة له. ولا قوليلي الحقيقة، يا ترى كنت تعرف مضمون وصية عايدة هانم قبل وفاتها؟ انا عمري ما اتدخلت في شؤونها المالية ابدا. والاولاد؟ الأولاد بالتأكيد ما يعرفوش حاجة. يعني حضرتك ما كنتش تعرف إن المرحومة خصتك في وصيتها بالجزء الأكبر من الميراث؟ وحتى لو كان يعرف ده ما يغيرش شيء. لو كان عندك الشجاعة كنت اعترفت. أنا أحتج على هذا الأسلوب في التحقيق. اعذروني يا جماعة، الموقف صعب علينا كلنا. في بريئة عدم ظلم، ولازم كلنا نتعاون على تقديم المتهم الفعلي للعدالة. ما كانش ممكن، كأني بجيب حبل المشنقة واحطه حوالين رقبتي. قررنا حبس المتهم مصطفى كمال عبد الله 4 أيام على ذمة التحقيق. يعني التهمة ثابتة عليه؟ التحقيق لسه ما انتهاش، إنما مؤكد إن وكيل النيابة عنده شكوك هي اللي خلته يوجه إليه تهمة قتل عايدة. شكوك؟ شكوك زي إيه؟ للأسف وكيل النيابة عنده شريط مسجل بصوت والدك بيدين نفسه فيه. أنا عشت معاه في البيت ده 15 سنة، كان زي النسمة، عمري ما سمعت له صوت، لا بيزعق ولا بيتخانق، كان بيعاملنا كلنا بحب، والمرحومة كانت بتحبه وما كانتش تتصور حياتها من غيره. بعد كده يتهموا إنه هو اللي قتلها. هيكتشفوا براءته وهيفرجوا عنه. مش هيفرجوا عنه إلا إذا قبضوا على القاتل الحقيقي. أنا نفسي أفهم بس إيه اللي خلاهم يشكوا فيه؟ دسيسة. دسيسة من مين؟ من واحد بيكرهه وعايز يتخلص منه. محتملة كريمة. وهنسيبه يترمي في السجن؟ لا، لازم نقف جنبه ونساعده. هو مش محتاج لك علشان تقف جنبه. ليه بس يا كريمة؟
ما انت عارفة اني طول عمري بحبه، وحتى لو كان عمل العملة المهببة دي فانا متأكد انه عملها في لحظة طيش. بابا مش طايش يا عادل عشان يعمل حاجة زي كده. جرايا فتح، انت هتتخانق معايا ولا ايه؟ العموم ده ابوك وانتوا احرار فيه. دموعك دي مش هتفيد. انت تصدق مجد البابا يعمل كده؟ طبعا لا، بس يعني تفتكري هم قبضوا عليه ليه؟ مش عارف، بس انا خايفه لا ياخدوا بابا زي حماده. انا مش قادر اعرف لحد امتى كل ما نتقابل ما الناس سيره للقضيه ديت. انا خلاص يا سناء تعبت، مفيش مره نتقابل الا نتكلم عن حماده والقتل والقضيه. مش ممكن تكون دي حياتنا، مش ممكن. ايه اللي انت عاوزه يا مجدي؟ سناء انا بحبك وانت عارفه كده كويس، والمعذبني ان انا حاسس انك بتبديلي نفس الاحساس، لكن يوم من خطبنا وانا حاسس انك بعيد عني. رغم كل اللي حصل ده انا ما تخليتش عنك. من يوم ما قبضوا على حماده وانا بتعذب زيك بالظبط. صعب يا سناء، صعب على دكتور زيي وفي مركز يكون خاطب واحده اخوها قاتل. ورغم كل ده انا فضلت متمسك بيكي. كل يوم اقول بكره الازمه دي هتعدي، ويجي بكره الاقي ازمه جديده وشكوك جديده ومتهم جديد. مش معقول حياتنا هتستمر بالشكل ده. طب وايه المطلوب مني؟ نفكر في نفسنا، في مستقبلنا. سناء، في مثل بيقول اذا جالك الطوفان حط ابنك تحت رجليك. يعني تفتكر ان بابا ضحى بحياه ابنه وسابه يتشنق عشان ينقذ نفسه؟ احنا ملناش دعوه، انت مش مسؤوله عن اللي حصل. كنت ابويا واخويا وانا خطيبك اللي بيحبك، انا المستقبل. صدقيني انا بحب حماده زي ما انت بتحبيه بالظبط، وصعبان عليا اللي حصل له ده، بس مش معنى كده ان احنا نحطم حياتنا ومستقبلنا. حرام عليك اللي انت بتعمليه في نفسك ده. انا لو منك ما فكرش في حاجه ابدا. بص لنفسك، لمصلحتك، بلاش تعيش في الدوامه اللي انت عايشه فيها دي. انقذي نفسك من النار قبل ما تحرقك. لا لا لا، اوعي تفكري في حاجه زي كده. مش يمكن لو عرفوا الحقيقه يقتنعوا ويفرجوا عنك؟ هيكون موقفك ايه قدام النيابه؟ وانا هيكون موقفي قدام اولادي والناس. لا مش من مصلحتنا، ولازم نخفي السر ده. لحد امتى يا مصطفى؟ لحد ما تزول الغمه اللي احنا فيها وتسيبهم يتهموك ويسكنوك. مش حلاوه دليل ضدي، واكيد هيفرجوا عني. التسجيل وصل ازاي النيابة؟ طبعا عادل، لما زرنا سمع كلامنا وسجله. عادل، ايه مصلحته ان يتهمك؟ معلش تفكريش في عادل دلوقتي. عادل له حساب كبير معايا. مصطفى، انا عايشة في رعب وخوف. حمادة كان كبش الفدا بالنسبة للعيلة دي، عشان كده كلهم مرعوبين انهم اعادوا التحقيق في القضيه. كل واحد منهم عاوز يبعد التهمه عن نفسه ويلزقها في غيره. وطبعا ابوهم هيكون هو الضحيه. الغريبه ان اللي عايز يتخلص منه اقرب الناس ليه عادل جوز بنته. ابو عكاز اللي جالك هنا ده؟ ايوه، وكان بيطلب مني اني انسى الموضوع وارحم العيله المسكينه. وهو اللي بلغ عنه؟ تصوري. ليه؟ مؤكد في سر. هدى، ازيك يا ولاء؟ اهلا يا هدى. انت واقفه هنا من بدري؟ الحقيقه سالت عليكي في المكتب ما لقيتكيش، فاخدت العنوان من فراش. ودي هنفضل واقفين كده؟ اتفضلي.
اتفضل. انا كنت بزور مصطفى بيه. واخباره ايه؟ لو كنت زرتيه كنت عرفتي اخباره. الحقيقه ولا انا تايهه ومش عارفه افكر ابدا. ليه انت عندك شك انه ممكن يكون هو اللي... علشان كده انا جيت لك، لانك انت الوحيده اللي عارفه الحقيقه. حقيقتي؟ الحقيقه اللي انت مخبيها علينا كلنا. انا مش فاهمه حاجه. بابا هو القاتل؟ انت اتجننتي؟ امال طلبتي منه انه يعترف على ايه؟ عادل هو اللي قالك وصدقتي وشكيتي في والدك. يا خساره يا هدى، ما كنتش متصوره ابدا ان ده شعورك. انا كنت فاهمه انك هتشتمي عادل، هتطرديه من حياتك خالص لمجرد انه حاول يشوه سمعه والدك. جايه دلوقتي عشان تتاكدي اذا كان والدك هو القاتل ولا لا. ولا انت ليه بتكلميني كده؟ مش ده سبب زيارتك ليا يا هدى؟ لكن اطمني، جوزك كذاب وبكره الحقيقه تبان. حضرتك السيده ولا؟ ايوه. معايا امر بالقبض عليكي. انا مش قادره افهم السبب في انك تبعت ضابط بوليس يقبض عليا وانزل في وسط العماره وقصاد الجيران واركب البوكس. ليه؟ عشان ايه؟ انا اسف، لكن الحقيقه دي اجراءات البوليس، انا ماليش ذنب فيها. مش سيادتك اللي امرت بالقبض عليا؟ ايوه. ليه؟ لانك ما قلتيش الحقيقه. انا قلت كل شيء ما عدا شيء واحد. ايه هو؟ علاقتك بمصطفى. انا قلت لسيادتك كل حاجه. حضرتك قلتي ان العلاقه اللي بينكم علاقه عمل وبس، لكن واضح انها اكتر من كده. انا ما اسمحلكش. ارجوكي تستني لحد ما اخلص كلامي. انا لما جيت لك البيت ما كنتش جاي صدفه، انا كنت جاي ورا مصطفى وشفته وهو داخل عندك، وحضرتك بتقولي ان العلاقه اللي بينكم ما تسمحلوش انه يزورك في البيت. لا لا، انا ما اسمحلكش. مصطفى جوزي على سنه الله ورسوله. ادخل. اهلا يا استاذ مصطفى، اتفضل. انا عايز اعرف بقى، انا مقبوض عليا ليه؟ ايه الدليل اللي عندك؟ كل ده عشان ايه؟ عشان زرت موظفه عندي في بيتها؟ طبعا كان لازم انكر حرصا على سمعتها. على العموم يا استاذ مصطفى، انا اصدرت امر بالقبض على ولاء. ليه؟ ايه اللي عملته عشان تقبض عليها؟ ما تنساش انها كانت موجوده ليله الجريمه. ايوه بس دي مشيت من بدري. الله، انت بتدافع عنها بحراره كده ليه؟ ايه السر اللي بتحاول تخبيه؟ على العموم ولاء كانت اشجع منك واعترفت. اعترفت بايه؟ انكم متجوزين من مده طويله. عايده كانت مشغوله عني بكتبها وابحاثها ومشاريعها، بتحس بفراغ. قابلت ولاء كانت حياتها جافه زي حياتي بالظبط، تقينا في افكارنا ومبادئنا وعواطفنا وجوزنا، واتفقنا ان الحياه تمشي زي ما هي، انا اعيش في بيتي وهي تعيش في بيتها، نتقابل كل ما تسمح الظروف. ومراتك ما كانتش تعرف؟ لا. وانت طبعا فضلت ان جوازك يفضل في السر. حبيتش اقولها لاني ما كنتش عايز اجرح شعورها واحساسها. وطول المده دي
عايده هانم ما شكتش في العلاقه اللي بينك وبين ولاء؟ لا لا، بغريزه المراه كانت بتحس بالغيره من ناحيه ولاء. ما طلبتش منك انك تطردها مثلا؟ لا لا ما تقدرش، انا عارفه كويس ان انا ما حدش يتدخل في الشغل ابدا. وحضرتك كنت متصور ان السر ده هيفضل طول العمر، ما فكرتش في اليوم اللي مراتك هتعرف فيه انك متجوز واحده غيرها؟ لا لا ما فكرتش، بس لو كان حصل كان هيبقى امر واقع ومش هقدر انكره. تفتكر يا مصطفى بيه مراتك كانت هتتصرف ازاي؟ معرفش، انما انا مارست حق طبيعي في الحياه ان احب واتجوز، واظن دي مش جريمه ممكن اتعاقب عليها. لا ابدا، محدش قال ان دي جريمه، لكن اخفائك السر ده يخليني اشك فيك. طب ايه بس اللي ممكن كنت اعمله؟ اقف قدام الناس اللي جايين يعذروا في مراتي واقول لهم ان انا متجوز ولاء؟ اقف قدام المحكمه وهم بيحاكموا حماده واقول لهم ان انا متجوز ولاء؟ اقول لاولادي اقلعوا الهدوم السوداء اللي انتوا لابسينها عشان انا متجوز ولاء؟ بس حضرتك ما كنتش هتقدر تحتفظ بالسر ده لمده طويله. كان املي ان بعد الامور ما تهدى اصارحهم واقول لهم الحقيقه، بس ما كنتش احب ابدا ان هم يعرفوا بالصوره ديت. بتضحك؟ اصل كلنا طلعنا مغفلين، حد كان يصدق ان بابا متجوز ولاء؟ بنت ذكيه وبتعرف تخطط مظبوط. ازاي ده ممكن؟ ازاي يخون الانسان اللي عاش معاها العمر كله؟ ومع مين؟ مع واحده في سن بناته؟ ما تقدريش تلومين، ماما عايده كانت في نظرك انت احسن ام، لكن ما كانتش احسن زوجه. اصل بقى فتحي اخويا، الراجل لما بيكبر عقله بيخف، بيبقى عامل زي المراهق عايز يلحق شبابه اللي ضاع منه. عنده اللي بيحلم بيه كل انسان، الزوجه العظيمه، البيت الهادي، الاولاد، وناجح في شغله. ايه اللي كان ناقصه؟ الحب، وهو ده الشيء اللي ماما عايده عجزت على انها توفره لنا. اهي ماتت، حمادة راح، وبابا كمان حيروح دلوقتي. بس حسيت ان بابا ما كانش الانسان السلبي، بالعكس كان اشجع مننا كلنا، لانه اختار حياته واتجوز الانسان اللي بيحبها. دلوقتي بس ابتديت افهم حاجات كتير. زي ايه؟ عايدة ما كانتش بترتاح لولاء. يعني كانت عارفة؟ أكيد كانت بتشك. وجايز تكون عارفة. ما أعتقدش، دي كانت تقلب الدنيا. ما هو عشان كده بقى هو لحق وقلب الدنيا قبل ما تقلبها هي. عادل! كريمة! أنت عارفة حاجة ومخبياها؟ أنا عايزة الأزمة تمر بسلام. مساء الخير. سناء! في حاجة يا نوال؟ ما عرفتيش؟ في أخبار جديدة؟ مش بابا طلع متجوز ولاء؟ مبروك. يا مالها؟ واخدة موقف مننا ليه؟ مالك يا سناء؟ في حاجة؟ حاجة زي ايه؟ لما قلتلك ان بابا طلع متجوز قلتي مبروك، كنت عاوزاني اعمل ايه؟ يا سلام، تستقبلي خبر زي ده بالبساطة دي؟ انا اسفة، كان لازم ازغرط. انت اكيد في حاجة مضايقاكي. انا بصراحة زهقت، مش طايق اسمع سيرة القضية دي. انا متأكدة ان بابا اكيد مظلوم، مش ممكن يعمل حاجة زي كده. خلاص صرخي، روحي في كل مكان وقولي انه مظلوم، لكن تأكدي ان مفيش فايده. انا صرخت قبل كده وقلت لكم ان حماده بريء، لكن محدش فيكم سمعني، كلكم كنتوا طرش. دلوقتي جه الدور عليكم تتعذبوا زي ما انا اتعذبت.
صباح الخير. أظن فاكراني. أفندم، أي خدمة؟ أنا جاي أطمن عليكم. بمناسبة إيه؟ مش كفاية المصيبة اللي حصلت؟ بتعتبري براءة أخوكي مصيبة؟ إزاي إنك ما تعرفش إنهم قبضوا على بابا ومتهمين إن هو اللي قتل؟ لا عارف، وعشان كده جاي أطمن عليكم زي ما قلتلك. مش كفاية واحدة عدم ظلم بسببك؟ أنا آسف، ما كانش بإيدي، لكن إحساسي بالذنب هو اللي دفعني إني أجي وأقف جنبكم. أرجوك ما تجيش هنا تاني، كفاية بقى. اتفضل اتفضل. نوال ليه بتعاملي الراجل كده يا أستاذ؟ أنا آسفة. معلش، أنا مقدر ظروفها مسكينة. ممكن نتكلم سوا؟ اتفضلي. طول عمرك تتصرفي غلط يا نوال. عشان طردته؟ وهو ذنبه إيه؟ هو سبب كل المصايب دي. بالعكس، أنت لازم تشكريه. عشان معيشنا في خوف ورعب. بسببه اتكشفت أسرار كتير. قصدي جواز بابا من ولاء؟ هي دي حاجة شوية. إزاي قدروا يخبوا سر زي ده علينا كلنا؟ قد كده كنت بتحبي حمادة؟ كنت متأكدة من براءته. ودلوقتي شعورك إيه بعد ما قبضوا على والدك؟ أنا مش ممكن أصدق إن بابا يعمل حاجة زي كده. وده نفس شعور إخواتك؟ طبعا، ما عاد عادل. أنا بعتبر عم مصطفى زي والدي تمام، راجل طيب وأمير وزي السكرة، وأنا لا يمكن أصدق إنه ارتكب جريمة فظيعة زي دي. مؤكد إن في حد غيره عملها وحب يلزقها فيه. الاتهام الموجه للأستاذ مصطفى ولاء مجرد شكوك، لكن مفيش دليل في إيد النيابة. بس دول طلعوا متجوزين في السر. مفيش قانون يمنع الإنسان إنه يتجوز. مش جايز يكون قصدك إن ده يكون دليل اتهام ضده؟ ليه لا؟ وخصوصا إن عايدة هانم ما كانتش هتسكت لو عرفت إنه متجوز. أنا شايف إنك بتأيد فكرة إن الأستاذ مصطفى هو القاتل. لا لا لا، أنا ما بتهمش عم مصطفى، بس بقول جايز تكون ولاء. على العموم ما تستعجلش في إصدار أحكامك. ازيكم هلال؟ ازيك انت يا بابا؟ ازي هدى ابو سناء؟ المهم انت اخبارك ايه؟ زي ما انت شايفين ده في جريمة قتل. اكيد دول غلطانين. الاستاذ صدي قدم طلب للافراج عنك، وانا متأكدة ان براءتك هتظهر. وايه الفايدة؟ خلاص كل الناس عرفت ان انا مقبوض عليه. فضحت. المهم انك تخرج بالسلامة. افتكرش اللي اذا قبضوا على القاتل الحقيقي. القاتل موجود في وسطنا يا بابا، وكل اللي بيعمله ده انه بيحاول يبعد الشبهه عن نفسه.
عادل. في ايه يا هدى؟ قلقت ما لقيتش عادل نايم في الاوضه، يمكن في الحمام، بصيت عليه ما لقيتوش. غريبه، هيكون راح فين يعني؟ فين يا عادل؟ لا ابدا، ما كانش جاي لي نوم، فقلت اتمشى في الجنينه شويه. وما عملتش حساب الرعب اللي هتسببه للي في البيت لما يسمعوا جرس الباب في ساعه متاخره زي دي؟ ما انا كنت سايب الباب موارب، لكن الهواء قفله. تصبح على خير يا فتحي اخويا. مين اللي قتل عيد؟ انت جاي تسألين؟ انا عارفه مصطفى كويس، وعارفه قد ايه كان بيحب عيد، ومش ممكن يفكر انه يقتله. يبقى لازم انا بقى اللي قتلته. وليه لا؟ انت مجنونه، ازاي تقولي كلام زي ده؟ انا عارفه كل حاجه، ومش من مصلحتك تخبي عني الحقيقه. انت جاي هنا تهدديني؟ انا جاي علشان خايفه على مصطفى، وخايفه على البيت اللي فنيت عمري فيه. ولا ما حدش له مصلحة غيرك. وإيه مصلحتي بقى؟ مش يمكن حبيتي تخدمي الأستاذ مصطفى وتخليه يتمتع بثروة المرحومة، ومن بعديه تتنقل الثروة ليكي؟ حضرتك عايزة حاجة؟ أختي 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 يا حسني يا حسني. ايه يا استاذ، خضتني، مش دي شقه الاستاذ ابراهيم؟ حضرتك مين؟ يو يو، انا تيتي. تيتي؟ في حد في قرايبكم يا نعمه اسمه تيتي؟ حضرتك عاوزه الاستاذ ابراهيم في ايه؟ انت لازم بقى، حضرتك موظفه في مصلحه الضرايب وجايه تسالي على الاستاذ ابراهيم، وهوب وتحجزي على العفش. ضرايب ايه يا حسني؟ وابراهيم ماله ومال الضرايب؟ هي الضرايب سايبه حد يا نعمه؟ اي خدمه، انا عايزه الاستاذ ابراهيم شخصيا. مش قلت لك عايزه الاستاذ ابراهيم شخصيا؟ شوف يا استهاني، استاذ ابراهيم ساكن في الشقه دي كضيف، انا بقى صاحب الشقه، انا بقى موظف حكومه، ومفيش تعامل بيني وبين الضرايب، لان الضرايب بتستقطع مني اول باول على ودنه. ضرايب ايه يا استاذ؟ ما قلت لك انا تيتي. تيتي؟ تيتي مين يا اختي؟ يا حستي، ما سمعتنيش وانا بغني؟ اسمك تيتي وبتغني؟ لا لا، انت مفتريه بقى على فكره. وبرقص وبمثل. الله، هو ابراهيم ناوي يتجوز ولا ايه يا نعمه؟ مساء الخير استاذ ابراهيم. مساء النور يا اخويا. الست كانت بتسال عليك يا ابراهيم، انت تعرفها؟ دي تيتي مرات المرحوم حماده. اللي كان متجوزها في السر. ايوه يلا يا حسني. حسني، افتح لي باب الصالون لو سمحت. حاضر، خش. ايوه تيتي. معلش يا استاذ ابراهيم، سامحني، انا جيت لك كده من غير ميعاد ولا حاجه. الصراحه من ساعه ما حضرتك جيت للبنسيون وقلت لي ان حماده مات مظلوم، وانا ضميري بيأنبني، انا حاسه ان انا السبب. مش انا السبب يا استاذ، انا السبب، انا كده هوت لساني دايما مفلوت مني. اتفضلي يا ست تيتي. اهلا. اتفضلي. اهلا وسهلا. اهلا حسني. نعم. لو سمحت قول لنعمة تعمل لنا شاي. شاي؟ الست بتقول لك بتغني، الواحد يعمل لها ينسون عشان يجلي زورها، شربات يروق دمها، لموناتا، شوف لها تورته، نعمل لها اكل. حسني. نعم. لو سمحت. ايوه. سيبنا لوحدنا شويه. عن اذنك يا ست تيتي. طريق السلام يا شربات. منوره يا ست الستات. بقول لك ايه يا تيتي؟ الفلوس اللي لقوها مع حماده جابها منين؟
ما هم بيقولوا ان قتل امه وسرقها. بس اتضح انه مش هو اللي قتل. يبقى جابهم من اي حته؟ حماده ما كانش يغلب ابدا، كان يغطس ويقب بالفلوس. جابهم منين؟ ما اعرفش، لكن يعني. يعني ايه؟ انا بصراحه لما جيت اتجوزه الناس كلها خوفتني منه. ورغم كده اتجوزتيه؟ انا قلت يا بنتي يا ستي بقى تلاقيها اشاعات. وبيني وبينك يا بيه حبيته، الواد كان يتحب، كانت كل الستات تجري وراه، بس هو جري ورايا. وطول الفتره اللي انت كنت متجوزاه فيها دي كان بيجيب فلوس من ايه؟ ساعات كان يشتغل، بس هو قال لي انه كان صاحب 7 صنايع والبخت ضايع. هو بخته كان ضايع صحيح، بس في الشغل، لكن في الفلوس دايما معاه فلوس ويصرف بهبله كده. ما حاولتيش تعرفي مصدر الفلوس دي منين؟ انا مش عارفه كلمه مصدر دي يعني ايه، لكن حاولت. كان يقول لي امه بتديها له، بس لما كان يبقى يغيب عن وعيه يقول لي ان عنده وزه بتضد له ذهب. وزه؟ وزه ايه يا تيتي؟ اكيد تبقى واحده ست غنيه وبياخد منها الفلوس. ومع ذلك ما حاولتيش تعرفي مين الست دي؟ حاولت كتير، كان يضربني، كنت محاول يضربني، يقول لي مالكيش دعوه، ويغضبني اسيب البنسيون واروح عند امي يجي يصالحني ويجيب لهم هدية. أمي طفصة قوي تاخد الهدية وترنني العلقة وتقولي روحي معاه يا بيت. بقولك إيه يا تيتي؟ نعم يا بيه. مين اللي طلب منك تيجي هنا وتقولي لي المعلومات دي؟ محدش يا بيه. محدش؟ طب عرفتي عنواني إزاي؟ أها، أنت بتنسى يا بيه، مش حضرتك جيت لي البنسيون واديت لي الكارت بتاعك فيه العنوان وفيه التلفون وفيه كل حاجة، وقلت لي لما تعوزي حاجة يا تيتي تعالي لي؟ طب أنت دلوقتي محتاجة لأي حاجة؟ محتاج بصراحة، محتاجة حضرتك تروح لمصطفى بيه وتقول له يشغلني. ما هو كمان مش معقول يا بيه، مش معقول أبقى مرات المرحوم ابنه واشتغل في كباريه يا اخواتي. انت ما تعرفيش انهم قبضوا على مصطفى بيه؟ يا حسني امتى وليه؟ متهمينه ان هو القاتل. الراجل الطيب السكرة؟ لا يا بيه، يبقوا غلطانين. وانت عرفت ازاي؟ الراجل طيب، حمادة كان دايما يشكر لي فيه. وبيني وبينك انا لما رحت البيت عندهم الوليه الكشريه اللي اسمها كريمه قابلتني وحش قوي، كانت عايزه تخنقني. البي الله يخليه ويطول في عمره رحب بيا. وبيني وبينك يعني ساعدني كده على قد ما يقدر. بس مصطفى بيه قال لي انك كنت بتحاولي تبتزيه. ابتزه؟ ابتزه دي يعني ايه يا بيه؟ يعني كنت بتستغلي انك مرات المرحوم عشان تاخدي منه قرشين. فاشر، ده انا بنت بلد يا بيه وجدعه قوي وعجبك قوي، ده انا كلها بدقه ولا مديش ايدي لحد اخد منه فلوس. قال ابتزه قال.